طيب هو احنا بحسب معلوماتي البسيطه السد العالي منطقه حتى زياره مفتوحه، فواضح جدا انه الضوابط الاحترازيه هتكون سهله وان شاء الله تتم بسلاسه. سؤالي لحضرتك، ايه التعليمات اللي بتتقال للزوار سواء من المصريين او من الاجانب اثناء زياره السد؟ هو طبعا السد العالي زي ما حضرتك قلت، حضرتك تفضلتي، مكان مفتوح كل ما فيها بنراعي حاجتين مهمين خالص، بنراعي ان كل زائر يكون لابس الكمامه بتاعته، بالاضافه مراعاه التباعد بين كل زائر والتاني، والحمد لله المكان مفتوح وفي سعه، فبالتالي بحيث لو في جروبز جايه بحيث يبقى بين كل واحد والتاني في حوالي على الاقل مسافه مترين، وده بينظمها الساده الزملاء سواء كانوا مرشدين سياحيين بالتعاون معاهم، بالتعاون مع الصف الامن الداخلي الموجود عندنا في الهيئه، بحيث يتم زياره كل النقاط الموجوده اللي عندنا في كذا مكان موجود في السد العالي، من اهمهم طبعا رمز الصداقه المصري السوفيتي، وده صرح انشائي يعبر عن روح التعاون اللي تمت بين الجانب المصري والجانب الروسي في انشاء السد العالي.